التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق الركن داود يحيى ابراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسه المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهوريه تشاد والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القاره الافريقيه في ظل الظروف والتحديات الحاليه. كذلك التفاهم حول زياده اوجه التعاون العسكري والامني بين البلدين في العديد من المجالات. واكد القائد العام للقوات المسلحه على اعتزازه بعلاقات الشراكه الاستراتيجيه التي تربط القوات المسلحه المصريه والتشاديه. في مختلف المجالات خاصه الدفاعيه والامنيه منها كما اكد على اهميه تنسيق الجهود العسكريه بين القوات المسلحه لكلا البلدين واشاد وزير الدفاع الوطني بجمهوريه تشاد بجهود مصر الداعمه لكافه قضايا القاره الافريقيه لارساء دعائم الامن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القاره معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية